بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل خلق سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. هنشتغل مع بعض درس رقم 4، رسم هندسي. هندي النهاردة بدايات شوية، يعني عشان نتعلم رسم هندسي في البداية. لو عندي مثلا محورين، ده طبعا هيبقى المسقط الرأسي، وهنا الجانبي، وهنا الأفقي. هنيجي لو أنا عندي خط في المسقط الرأسي، لما أجي أبص عليه من فوق عبارة عن إيه؟ نقطة. طب لما أجي أبص عليه من الجنب هو نفس الخط، تمام؟ طب الخط ده لو كان مستطيل بالشكل ده، لما اجي ابص عليه من فوق عباره عن ايه؟ عباره عن خط. ولما اجي ابص عليه من الجنب عباره عن ايه؟ عباره عن برضه على الخط. ارتفاعه هو نفس ارتفاع المستطيل ده، مالوش سمك. طب هنفترض ان ده كان ليه سمك، لما اجي ابص له من فوق، طبعا هنشيل ده كده، احنا بنتخيل بس. لما اجي ابص له من فوق عباره عن ايه؟ مستطيل. طب العرض بتاعه، العرض بتاعه هو نفس العرض ده، تمام. لما اجي استنتج المسقط الجانبي ابقى انا عارف، لو انا جيت بصيت كده من ناحيه الجنب هشوف ايه؟ اول حاجه لما اجي امسك الخط ده، زي ما احنا قلنا في الدرس الاولاني، الخط ده استنتاجه هنا الخط ده، تمام. هيبقى هنا ايه؟ عبارة عن مستطيل. طيب اقوم واخد ده كده والخط ده كده، انا عارف لو هو مش هيبعد عن الطول ده ولا هينزل عن الطول ده، كويس جدا. طب بدايتي فين؟ هنيجي ملفين ده كده، بدايتي اهي، اسقاط ده هنا، وبالتالي قلنا هيبقى مستطيل بدايته هنا ونهايته هنا. اقوم لافف ده كده، الطول ده هو نفس الطول ده، تمام. نيجي نمسك الجزء ده هو نفس الجزء ده، هم ماشي كده. وبالتالي لما اجي ابص عليه من الجنب من السايد هلاقي ايه؟ برضو نفس الكلام، مستطيل. ولما اجي ابص عليه من فوق هيبقى الشكل ده، ده هو ده، كويس. طيب لو كان اسطوانه، طبعا احنا بناخد بدائيات عشان لما تيجي تقابلنا في رسمه ولا حاجه نبقى احنا فاهمينها على طول، مش مستاهله. لو انا عندي اسطوانه مثلا، هعتبر دي اسطوانه كده اهي، تمام، من فوق مفتوحه اسطوانه. طب لما اجي ارسم المسقط الرأسي انا شايف ايه؟ انا شايف مستطيل كبير كده اهو، حدوده ادي حد وادي حد وقفله. طب لما اجي ابص من فوق عباره عن ايه؟ عباره عن دايره. طب لما اجي ابص من الجنب، لو انا بصيت من الجنب ده او من الجنب ده، اي جنب هو نفسه المسقط الرأسي، يبقى نفس الكلام هنا، مستطيل طوله هو الطول ده وعرضه هو قطر الايه؟ الدايره، تمام. طب لو عندي خط مائل، عند خط مائل كده، لما اجي ابص من فوق عباره عن ايه؟ عباره عن خط او منزل ده كده، والعرض بتاعه هو العرض ده، طبعا مش بيدل على الطول الحقيقي للخط. لما انا باصص من فوق والخط ده هو كان مائل، يبقى انا جبت هنا ايه؟ الخط، تمام، كويس جدا. طب لما اجي بقى اجيب السايد هنا، اجيبه ازاي؟ لما اجي ابص من الناحيه دي بلاقي ايه؟ بلاقي خط من هنا لهنا، بلاقي خط. طبعا لما اجي الف ده كده، ناخد ده، انا عارف هو مش هيقل عن ده ولا هيزيد عن ده، هو اجي الف ده كده
لما اجي ابص كده عباره عن ايه؟ خط. مثلا هنعتبر الناس اللي عايزه تفهم اكتر اهو، ده خط مائي. لما اجي ابص من فوق هشوف سطح من هنا لهنا او خط من هنا لهنا اللي هو ده، تمام؟ هو مش باين مايل قدامي الا لما ببص عليه من مسقط اللي هو الراس. طب لما اجي ابص من الجنب هو نفس الكلام، خط من هنا لهنا، بس انا ما اعرفش مايل ولا مش مايل. بيبان لي مايل امتى؟ في المسقط اللي هو الراس بس. يبقى هنا اسقاط ان هو خط بالطول، وهنا اسقاط ان هو خط بالعرض. طيب لو الخط ده كان ليه سمك او بقى سطح بس نايل، لما اجي ابص عليه من فوق، لما اجي ابص، لو احنا قلنا مثلا الخط اهو، بس الخط ده عباره عن سطح. لما نيجي مثلا نمسك الورقه دي هنرقمها برضو 1 2 3 4 بالشكل ده، لما اجي ابص كده انا شايف ايه؟ خط، بس النقطه دي وراها نقطه، لان وهنا الخط ده ورا خط مطابق ليه عليه بالظبط. واحد هي 3 او عامل هنا 1 وهنا 3، وبص تحت هنا 2 هي نفسها 4، 2 هي نفسها 4. لما اجي ابص في المسقط اللي هو الراس، لما اجي ابص في المسقط الراس، النقطتين دول بيتطابقوا على بعض والنقطتين دول بيتطابقوا على بعض. طب كويس جدا. لما اجي ابص بقى من فوق عباره عن ايه؟ لما اجي ابص كده عباره عن ايه؟ عباره عن سطح في اربع نقط بيترسم بالشكل ده كده، نقطه هنا طبعا واحد، وهنا النقطه 3، وهنا النقطه 2، وهنا النقطه 4، تمام. طب لما اجي ابص عليه من الجنب كده اعمل ايه؟ طيب احنا طبعا عرفنا الحدود بتاعتنا، مش هزيد عن ده ومش هقل عن ده، وبدايتي او ملفف دي كده، وبدايتي اهي اللي هي النقطه دي رقم 1، اللي هي نفسها النقطه رقم 2. كويس قوي. الخط ده عباره، لو انا ايه جيت ارسمتها بالطريقه ديت، يبقى انا مستنتج وانا عارف ان الشكل اللي هيطلع هيبقى عباره عن ايه؟ مستطيل هنا في المسقط الايه؟ الجانبي. خلاص تمام، اقوم بص كده اعمل الخط، ونفس الكلام عندي 3 و4 اقوم اعمل خط. نبص مع بعض، 1 و2 وهنا 2 تبقى دي النقطه رقم 2، 1 و2 وهنا 1 1، 3 و4 4، 3 و4 3. كويس جدا. نبص على الورقه، 1 3 هنا 2 وهنا 4. الحاجات البسيطه دي بتفرق معانا واحنا شغالين في الرسمه، بقدر استنتج بسرعه ما تعبش. طيب لو عندي حاجه ثانيه، لو عندي هنا دايرة، لما اجي ابص من فوق عبارة عن خط، ولما اجي ابص من الجنب عبارة عن خط. طيب هنعتبر ان الدايرة دي ده ثقب موجود هنا في قلب مثلا حته حديده، وموجود هنا فيها ثقب، ده في المسقط الاليفيجن اللي هو المسقط الراسي. لما اجي ابص من فوق طبعا المستطيل ده، لما اجي ابص من فوق هيبقى برضو مستطيل، لان الرسمه بتاعته مثلا بتبقى كده. لما اجي ابص من فوق يعني من هنا،
عبارة عن ايه؟ مستطيل اللي هو مسقط الافق عملته تحت اهو، وهنا في ثقب ماشي من الاول لحد الاخر، يبقى بالتالي هنا عندي اسقاط الدايرة هيبقى مستطيل بالطول ده اللي هو موجود هنا، نزلته هنا. كويس جدا ماشي. في المسقط الجانبي طبعا انا عارف حدودي الارتفاع بتاعه اهو، تمام، اقوم لافف اول نقطة، دي اول نقطة واخر نقطة، وادي المستطيل لما اجي ابص من الجنب اللي هو ده هلاقي ايه؟ برضو مستطيل ارتفاعه اللي هو ارتفاع الجزء ده. كويس جدا. طيب الدايرة او الثقب لما اجي ابص من الجنب انا مش شايف الثقب لان في حديدة، يعني ما معناه ان في ثقب بس من جوه الجزء ده، بقوم جايب اسقاط الدايرة دي، يبقى هنا بعمل مستطيل شرط مبني على الدايرة على الثقب اللي هو ماشي من الاول لحد الايه؟ الاخر. تمام؟ حاجات بسيطة بس عشان لما نيجي نشتغل في رسمة ما نقعدش ايه؟ نقعد نشرح فيها. دي قلنا بس كده نقول شوية معلومات بسيطة هتفرق معانا في الرسومات اللي هي جاية ان شاء الله. شكرا جدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، واتمنى ان تكون الناس كلها فهمت. السلام عليكم.